يتفكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أتحدث عن بعض الأحكام المتعلقة بصلاة التطوع. لا يخفاكم إخواني وأخواتي بأن الصلاة شرع لها من جنسها تطوعات، فالصلاة التي أوجبها الله عز وجل هي خمس صلوات في اليوم والليلة. فالله جل وعلا يقول: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. النبي عليه الصلاة والسلام فصل وبين هذه الصلوات الخمس، ونزل جبريل عليه السلام مرتين يوضح له معالم هذه الصلاة، وأيضا أوقاتها من الابتداء والانتهاء. ثم إن الله تعالى شرع على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام جملة من التطوعات من جنس الصلاة، من جنس الصلاة. ولذلك نحن عندنا الفرائض خمسة: صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وكذلك صلاة الجمعة. أما ما سوى ذلك فهو من السنن من جنسها. أنا لا أتحدث عن صلاة الكسوف والخسوف أو الاستسقاء، لا، أتحدث عن التطوعات من جنسها، بمعنى أن يصلي يأتي بالتطوعات من جنس الفرائض. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على صلاة النوافل، ولذلك كان يقول: قيام الليل، عفوا، صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. وجاء في لفظ صلاة الليل، أو نعم، جاء في لفظ صلاة الليل والنهار مثنى 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 مثنى. وصلوات النافلة على ضربين: في نفل مطلق وفي نفل مقيد، وهو الذي يسمى بالسنن الرواتب، وهي 12 ركعة: 2 قبل الفجر يعني بعد الأذان، و4 قبل الظهر يعني بعد الأذان، و2 بعد الظهر، وطبعا 4 قبل الظهر بعد الأذان، و2 بعد الظهر بعد صلاة الظهر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. هذه من واظب عليها بنى الله له بيتا في الجنة. أما التطوعات الباقية فهي النفل المطلق، هذا يسمى النفل المطلق، فيصلي ما شاء: صلاة الضحى 2، 4، 6، 8، 12، يصلي ما شاء. كذلك قيام الليل، صلي مثلا 2، 4، 6، 8، 10، 12، وهكذا، لكن يوتر بعده، يعني يأتي بركعة. فإذا صلى 2 يأتي بركعة الوتر، إذا صلى 4 يأتي بركعة الخامس، هذه وتر توتر له ما صلى. إذا صلى 6 ركعات يأتي بركعة واحدة اسمها الوتر، توتر له ما صلى. وهكذا 10 يأتي بركعة، عفوا 8 يأتي بركعة، 9 الوتر، والعاشرة والـ12، وهكذا يأتي بعدها بركعة. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل 12 ركعة، عفوا 11 ركعة، 11 ركعة. وثبت عنه بأنه صلى 12 ركعة ثم أوتر بواحدة، فيكون المجموع 13 ركعة. طيب، عندي الأخ علي الآن من عمان، تفضل يا علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير. مس النور والعافية علي. كيف حالك؟ أهلا وسهلا ومرحبا. الشيخ عندي 4 أسئلة. تفضل. السؤال الأول: ما الحكمة من تغيير قبلة المسلمين من المسجد الأقصى إلى قبلة الكعبة المشرفة؟ نعم. السؤال الثاني: إذا دخلت الصلاة متأخر بركعة أو بركعتين، لما يسلم الإمام وأقوم أقضي الصلاة، هل أقرأ الفاتحة فقط أم الفاتحة وسورة؟ إن شاء الله.
سؤال ثالث، ما حكم توزيع الميراث للأبناء قبل الوفاة؟ وإذا توفي الابن قبل الأب وهو قد وزع الورث، ما الحكم في ذلك؟ إن شاء الله. سؤال رابع، بالنسبة لسجود السهو في الصلاة، بالزيادة أو النقصان أو الشك، إذا نسيت سجود السهو ما الحكم في ذلك؟ يعني ما سجدت، إن شاء الله يا علي. سواء كنت متعمد أو ناسي، يعني ما الحكم في ذلك؟ أبشر يا علي. مشكور، بارك الله فيك. وفيك بارك. تفضل يا أم أنور، ليبيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ، حبيت نسأل، عندنا في نظام الخطة هوكي. أيوة. نحن نظام خطبة عندنا، شنو يصير؟ يتفقوا الرجال مع بعضهم، ما فيش لا دفع مهر لا شيء، لكن يتفقوا على الشروط وكل حاجة، في شهود هيك، ويتفقوا ان كل شيء يصير في رسمة الفرح الحفلة الكبيرة يعني، واللي يتفقوا حتى على المهر وعلى الشروط بتاع العروس وشروط بتاع العريس وكل شيء. شو الحكم اذا كان دويت معاه انا وهيك؟ ان شاء الله يا منور. وبعنيش، وكان مثلا هو لا يجوز، او اذا كان لا يجوز وانا كنت نجي معاه هيك وحك فيها بلا محرمه مره ومره، شنو حكمي؟ وكان حاكمي بلا محرمه، هل يجوز غسل؟ ولا اذا كنت صايمه وبعدت ما فطرت يعني كنت معاه في الليل هيك، شنو يصير؟ يعني يصيرني خطا ولا شنو؟ وضح لي الصوره هذه اكثر يا شيخ، معلش. ام انور، هذا سؤال ثاني هذا؟ لا، هذا السؤال متعلق بالسؤال الأول، يعني إذا كان مثلا لا يجوز أو شيء هيك من هذا، شنو يصير فيه؟ أنا توني من جمعة وهكي، يعني أنا في يومي مثلا أنا كنت صايمة يوم اللي فات، أنا كنت ما نجيش معاه فترة الصيام. كنت صايمة؟ ما نجيش معاه، لكن الليل نجي معاه، هل يجوز صيامي كمثلا لا يجوز نجي معاه أصلا؟ يا أم أنور، إيش علاقة الخطبة بالصيام؟ ما كان خطبة، هل يجوز هذه الخطبة أو لا؟ الخطبة يعني في رمضان؟ لا، يجوز. لا حول ولا قوة إلا بالله. عموما أنا فهمت منك السؤال الأول، والسؤال الثاني أحاول إن شاء الله أنني أجتهد في تفسيره. تفضل. تفضل يا حنان. ألو، السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين يا شيخ. تفضل. السؤال الأول، هل يعتبر المعاش الشخص المتوفي من الورث أو لا؟ هذا الأول. وأنا يعني عندي زوجي متوفي لي 5 سنوات وترك لي هذا المعاش، وأنا نبي نمشي للعمرة، والشخص يعني المحرم أخوي اللي بنرفع معي للعمرة ما عندهش القدرة أن هو يدفع، هل يجوز أن ندفع له يعني من مال أولادي ومالي؟ إن شاء الله. يجوز أو لا يعني؟ وأنا عندي ولدين يعني. كم أعمارهم؟ 12 و5 هيك. إن شاء الله يا حنان. إن شاء الله، شكرا يا شيخ، الله يبارك. أهلا وسهلا، مرحبا. تفضل أم يحيى. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي 3 أسئلة إذا سمحت. تفضلي. والدي كان مشارك أخوه في كل ماله بالنصف. توفي والدي أولا، ثم قبل تقسيم الميراث توفي عمي، وترك عقارا للإيجار. ذلك الإيجار كان يقسمه أخي الأكبر على 3 قبل أن يقسم الميراث. زوجة عمي كانت تأخذ منه، لم يكن لديها أبناء، وزوجة أبي كان لديها قصر أطفال، وأمي لديها بنات متزوجات وأولاد يعني. البنات المتزوجات لم يأخذن أيضا من الإيجار. أمي تسأل هل كان من حقها ذلك المال، مع العلم أنه الآن يعني خلاص قسم الميراث. الآن قسموا الميراث، ها؟ نعم. هي الوالدة تسأل عن الأجرات التي تأتي، ها؟ التي أخذتها من قبل. إيه، والأجرات هذه تقسم على 3 بيوت. قسمت على 3 بيوت، نعم. في ذلك الحين يعني قبل تقسيم الميراث. نعم. طيب يوم يحيى. السؤال الثاني، تسأل أيضا عن الأثاث الذي في البيت، الذي تركه والدي في البيت العائلة أو في بيت زوجته الثانية. إن شاء الله. نعم. وثالثا، صلاة الرجل الفرض في بيته يعني دون عذر
هل يعتبر آثما إذا صلاها في البيت أو لا؟ إن شاء الله. شكرا يا شيخ. أهلا وسهلا. تفضل أم محمد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا أحيانا أصلي قبل المذن بدقائق، أنسى حسب المذن، إيه وأنا أحيانا أصليها أرجعها وأحيانا ما أخليها، وعندي يعني ظروف صعبة حيل والله أنساها. إيه إيه وأسعد ما أدري هي اللي أرجع أصليها صح ولا أخليها على صلاتي الأول. حولكم مسجد يا أم محمد؟ إيه والله مساجد واجدة، ما سبحان الله، والله عندي ظروف ما يعلم باقود الله، أسرح أحيانا والله. إيه يعني الله يعافيك. ما أوحي. إيه والله. الله يعافيك، الله يعافيك. إيه والله دعني بالشفاء العاجل، الأشكال عندي إن شاء الله يا رب. مرحبا مرحبا. تفضل أم محمد عمان. السلام عليكم. عليكم السلام. بسألك يا شيخ، احنا في ناس يعني يعزون علينا بس هم من اصحاب الموالد ولا الحاجات، يعني في شيء حين يسوون عزيمه مثلا عشاء وشيء وقبل يسوون المولد، احنا نروح على العشاء مثلا، يعني في شيء لو حضرنا معهم بس احنا ما نحضر المولد بس نروح للعشاء يعني. ان شاء الله محمد. نعم. تفضل ام خالد. ام خالد من عمان تفضلي. تفضل أم خالد. Okay. أم خالد ما سمعناك، تفضلي. أيوة أنا بسأل عن العمل اللي في البنك، هل يجوز ولا؟ سؤال يا أم خالد. أنا عندي ولد لا من 10 سنوات مخلص دراسة وما حصل عمل، ما خلى مكان ما حصل عمل، وعالصين طالع عليه في البنك، فهو عطول نهار نايم ومضايق وكذا. فأنا شفت عليه أقول له يعني اقبل بالوظيفة هاي لحد ما تحصل لك عمل ثاني وترك الوظيفة هاي، هو يقول لك هذا العمل حرام في البنك، هل يجوز هذا ولا؟ إن شاء الله يا أم خالد تسمعين الجواب. مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. علي بارك الله فيه من عمان يسأل يقول ما الحكمة من تغيير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة؟ أخي علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للقبلة التي هي الكعبة هي قبلة أهل الإسلام منذ قديم الزمان، منذ قديم الزمان، ولذلك الكعبة كما قال تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعثه الله استقبل أول ما استقبل بيت المقدس، لأن الكعبة كانت محاطة بالأصنام وبالأوثان، وكانت أوضار وأرجاس الجاهلية ما زالت موجودة، ولذلك استقبل بيت المقدس، وكان في أول الأمر يحب متابعة أهل الكتاب فيما لا يتناقض مع الإيمان والتوحيد. ولذلك لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة بعد 16 شهرا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقلب وجهه في السماء ينتظر الإذن من الله في تغيير الجهة، جهة القبلة، ولذلك قال جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ولذلك رجعت القبلة إلى ما كانت عليه وهي إلى الكعبة، رجعت إلى الكعبة بارك الله فيك، والحكمة ظاهرة بارك الله فيك، لأن هذه هي القبلة، هي الأساس، هي الأساس، وهذه ملة إبراهيم عليه السلام والتي أمر الله جل وعلا باتباعها، اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. علي يسأل يقول إذا كنت مسبوق ودخلت وباقي لي ركعة، مثلا الركعة اللي أقضيها أقرأ الفاتحة فقط أم آتي بسورة؟ يا علي بارك الله فيك، الذي تدركه مع الإمام وأنت مسبوق هذا بالنسبة لك هو أول الصلاة بالنسبة لك، يعني لو جئت الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة وأدركت الإمام بالنسبة لك أنت ذا الركعة الأولى في الراجح من قول أهل العلم، وتكمل صلاتك بمثل هذه الطريق. فإذا أتيت في الركعة الثانية باقي لك ركعة، إذا تقرأ الفاتحة فقط لأنك تكمل الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ولذلك تتم ما فاتك بارك الله فيك.
علي يسأل يقول: ما حكم توزيع الميراث قبل الوفاة؟ وإذا كان عند الشخص ابن قد مات قبل أن يوزع الوالد الميراث قبل وفاته، يقول: ما الحكم؟ علي بارك الله فيك. أولا بالنسبة للميراث يستحقه الورثة بالموت، الميراث يستحقه الورثة بالموت، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يسارع في توزيع التركة قبل وفاته، لأن سبب وجوبها لم يحصل وهو الوفاة. ولذلك للأسف الشديد كثير من الناس الآن يوزع التركة في حياته ثم يظهر وارث مثلا ثم يحرم بمثل هذه الطريقة. ولكن الأفضل للأب أن يلجأ إلى الهبة، أن يلجأ إلى الهبة، والهبة أن يقوم فيعدل بين أولاده فيعطي للذكر مثل حظ الأنثيين كقسمة الميراث، وهذه تسمى هبة في الحياة، تسمى هبة في الحياة. فإذا قبضها الوارث أو قبضها الابن استحقها، أما إذا لم يقبضها فإنه لا يستحقها. وبالنسبة للحالة اللي ذكرت في واقع الأمر بأن بالنسبة للابن الذي توفي قبلها، فهذا ظلمه والده، فما دام أنه قام فقسم في الحياة فإنه يجب عليه أن يعطي ابنه. ولذلك الآن الواجب عليه أن يعزل حصة هذا الولد ويعطيها أولاده، يتقاسمونها أولاد ابنه، يتقاسمونها. بارك الله فيك. علي يسأل عن نسيان سجود السهو، يقول: إذا كان متعمدا أو ناسيا، إذا ترك الإنسان سجود السهو وكان الترك إما على سبيل العمدية وإما على سبيل النسيان. يا علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لسجود السهو سجدتان في يصلي يأتي بهم المصلي في آخر الصلاة، إما قبل السلام وإما بعد السلام، وسببها إما زيادة أو نقص أو شك. سبب سجود السهو إما زيادة أو نقصان أو شك. فإذا كان المصلي قد نسي واجبا من واجبات الصلاة وفات محله بحيث لم يستطع الرجوع إليه، فإنه يجبره بسجود السهو، بسجود السهو. وأما إذا نسي ركنا وفات محله ولم يرجع إليه، فإنه لا يجبره بسجود السهو فقط، بل لا بد أن يأتي بالركن ثم يسجد للسهو. واضح؟ يعني الآن بعض الناس يعتقد بأنه إذا نسي ركنا جبره بسجود السهو، هذا غلط. من نسي الفاتحة ما يجبرها بسجود السهو، لا بد أن يأتي بالفاتحة. من نسي الركوع ما يجبره بسجود السهو، لا بد أن يأتي بالركن ويسجد للسهو. من نسي سجدة مثلا أو مثلا نسي الجلسة بين السجدتين، هذا كله من الأركان، هذا كله من الأركان. ولذلك الركن ما يمكن أبدا لمصلي أن يتركه ويجبره بسجود السهو، بل لا بد أن يأتي بالركن ثم يسجد للسهو. وبالنسبة لتعمد ترك الواجب يبطل الصلاة، فمن تعمد ترك التشهد الأول بطلت صلاته. وعليه نقول: من تعمد ترك سجود السهو للتشهد الأول الذي ما أتى به نسيانا فإن الصلاة باطلة، الصلاة تبطل. لماذا؟ لأن سجدتي السهو قامت مقام التشهد الأول الذي نسيه، قامت مقام التشهد الأول الذي نسيه. وإذا تعمد ترك السجدتين كأنه تعمد ترك التشهد الأول. فعلى القاعدة عندنا أن من تعمد ترك الواجب بطلت صلاة، والتشهد الأول واجب في أصح قولي أهل العلم. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جبره بسجدتي السهو. واضح يا علي بارك الله فيك؟ فتنبه لهذا. يعني ليش أنا فصلت لك؟ لأنك أنت قلت ترك سجود السهو، فطيب السهو هل هو في واجب أم في ركن؟ فصلت لك هذا الكلام. أما إذا نسي سجود السهو، نسيه، هو عنده نقص في الصلاة وسلم ونسي أن يسجد للسهو، نقول له: تسجد للسهو متى ما أنت ذكرت، إلا في حالة واحد، وهي إذا طال الفصل، يعني مضى يوم كامل أو دخل في اليوم الثاني، خلاص فات الوقت، ولذلك يعذر الإنسان بفوات بنسيان سجود السهو، وسجود السهو يفوت بفوات وقته،
ووقت سجود السهو اختلف العلماء هل يبقى. من العلماء يقول يبقى الدهر كله، وهذا قول ضعيف. من العلماء من يقول يبقى بحيث ولو طال الفصل عرفا، ومن أهل العلم من يقول يبقى إلى أن يدخل وقت الثانية، الصلاة الثانية، يعني مثلا الآن الظهر والعصر، مثلا لو نسي سجدتي السهو في الظهر وقبل أذان العصر تذكر قالوا يسجد. من نسي صلاة العشاء، نفترض صلاة العشاء نسي سجدتي السهو لأمر يجبر بسجدتي السهو، وما تذكر إلا قبل الفجر في قيام الليل قالوا يسجد للسهو، وهذا تقريبا القول هو الأقرب إلى الصواب، والله تعالى أعلم. أم أنور من ليبيا بارك الله فيها طبعا سألت عن موضوع الخطبة، تقول بأن الخطبة عندهم من النظام الخطبة أن يتفق الرجال فيما بينهم على بعض الأمور، ثم يتركون ذكر المهر والشروط في حفلة الزواج الكبيرة. تقول ما حكم ذلك، وهل على المرأة إذا حصل من هذا أنها تمتنع عن زوجها حسب ما فهمت، وأن ما تمكن زوجها، وأنه إذا كانت صائمة في الليل فقط وشيء من هذا القبيل؟ طبعا انقطع الاتصال لأنه دخلت سؤالين على بعض، لكن أسأل الله أن يعينني أن أفصل هذا الأمر. وإذا كانت الأخت أم أنور تحب أنها ترجع تحاول وتشرح لنا. طيب يا أم أنور بارك الله فيك، أولا عندنا بالنسبة لخطوات الزواج، الخطوة الأولى تسمى الخطبة بكسر الخاء، الخطبة، ثم بعد ذلك ما يسمى بعقد النكاح، ثم بعد ذلك الدخول على المرأة. وهذه الأشياء الثلاثة تختلف من بلد إلى بلد، من عرف إلى عرف. فبعض البلدان عندهم أول شيء الخطبة، يخطبون يتقدمون إلى المرأة، إلى عفوا أولياء المرأة، ويقولون نريد ابنتكم لولدنا مثلا، ها هذه يسمى خطبة، هذه ما يترتب عليها أي شيء، ليست نكاح، هذا وعد بالزواج، يسمى وعد بالزواج، واضح. ثم بعد ذلك يكتبون الكتاب، يسمون الكتاب أو الملكة، هذه لابد أن تتوفر شروط العقد، أركان وشروط العقد، منها الزوجان الخاليان من الموانع بأن ما يكون بينهم رضاعة مثلا أو شيء، يعني أجنبيين عن بعضهم في مسألة النكاح، وأيضا وجود الولي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نكاح إلا بولي، وفي الحديث الآخر أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن ولي فنكاحها باطل باطل باطل. الثالث صيغة، ما معنى الصيغة؟ أن يقول والد البنت زوجتك يا فلان ابنتي فلانة ويقول قبلت، هذا يسمى الإيجاب والقبول. بهذه الطريقة يكون قد تم النكاح، تم العقد عفوا، عقد النكاح تم خلاص، بدأت الآن الأحكام الشرعية تجري عليه، يعني الآن أصبحت زوجة له، يجوز له أن يخلو بها وأن يسافر بها، أصبحت زوجة. اعتاد الناس أنهم يعلنون حفلة النكاح بعد ذلك، حفلة الزواج، حفلة الزواج. هذه الخطوات في بعض البلاد يا أخت الفاضلة وموجودة حتى في الإقليم الواحد، يختلفون من منطقة إلى منطقة. الخطبة عندهم الخطبة، ثم بعد ذلك العقد يكتب ليلة الدخلة، يعني مثلا وافقوا أن يزوجونهم بابنتهم، ما تم العقد الآن، هذا مجرد وعد، خلاص يقولون موعد الزواج يوم الجمعة الفلان، يوم الجمعة القادم. فحفلة الزواج قبل الحفلة بنصف ساعة بساعة يجي المأذون، المأذون يجي ويكتب العقد، يقول الوالد البنت أو ولي أمر البنت يقول للزوج زوجتك ابنتي فيقول قبلت، وجود الشهود أيضا يشهدون، وربما يذكر المهر أو لا يذكر المهر، ليس شرط من شروط صحة النكاح بالمناسبة، يعني هو يستحقه المرأة لكن ليس شرطا أن يذكر في العقد مثل ما ذكرتي أنت، مو بشرط. فإذا تم كتب الكتاب دخل عليها في نفس الليلة، في نفس الليلة، وما فيش هذا زواج شرعي، هذا زواج شرعي بارك الله فيك. فأنت الآن فيما يظهر لي رتبتي أشياء على اعتبار أنك فكرتي وقدرتي بأن هذا باطل، وهذا غير صحيح. عقد النكاح صحيح، يعني سواء كان قبل الدخلة بوقت أو أثناء الدخلة، فقبل دخول الرجل على امرأته يأتي فيكتب العقد ويحددون كل شيء، ما في شيء ولله الحمد والمنة. إذا ما سمى المهر، ما يعني ما ذكر المهر في العقد، مع أن الآن جميع الدول
من خلال المأذون الشرعي يكتبون المهر، لابد من ذكر المهر، ينصون عليه. وفي بعض الدول هناك إلزام من ولاة الأمر بأن يذكر المهر بالقيمة الفلانية، حتى يعني ينفون كل ما يقود إلى الخلاف والنزاع، وهذا شيء طيب حقيقة. طيب، فما دام أنه مثلا نفترض ما كتب لك مهر مثيلاتك، أنت بكر ولا ثيب؟ البكر لها مهر معين والثيب لها مهر معين. البلد وين؟ في ليبيا عندكم عرف على أن المهر كذا، في السعودية كذا، في الإمارات كذا، متعارف عليه بيننا. فياخت الفاضلة الله يرضى عليك بال، أنت رتبتي بطلان ورتبتي مشاكل والعقد صحيح، ما في شيء. اللي ذكرتي حسب فهمي وسماعي لك ما في شيء. قضية في رمضان وما رمضان ما أدري شلون دخلتيها. عموما الله عز وجل يقول أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني يجوز للرجل أن يأتي امرأته في ليالي رمضان، أما النهار فلا يجوز، النهار محل الصيام، ويمتنع الصائم عن الأكل وعن الشرب وعن الجماع وعن باقي المفطرات. حنان من ليبيا بارك الله فيها تسأل، تقول بالنسبة للمعاش المتوفى مثلا، تقول هل هو من التركة، هل هو مثلا من له تقدير معين، وسألت تقول ناوي تروح العمرة وأخوها هو المحرم، تقول ممكن أعطيه من هذا المال. حنان الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة للراتب التقاعدي أو المعاش التقاعدي هذا ليس تركة، ما يوزع على جميع الورثة، وإنما يرجع فيه إلى نظام التقاعد عندكم. فيه طبعا ما في دولة إلا عندها يعني هيئة أو وزارة أو جهة أو وكالة أو منشأة للتقاعد. فأغلب الدول حينما يموت الشخص وعنده راتب تقاعدي يوزع كالتالي: على القصر من الأولاد والبنات، وعلى البنات غير المتزوجات وإن كنا بالغات، فتعطى للأم الزوجة وبناتها غير المتزوجات ويعطى للقصر. فأحيانا قد يحصل، وأحيانا يعطى لأم الزوج، يعطى أيضا لأم الزوج، هذا في بعض الدول. ولذلك هي ليست تركة. فتنظرين أخت الفاضل إلى النظام اللي عندك، الراتب التقاعد اللي تأخذين المعاش هذا لك والأولادك، أنت حرة فيه ما دام عندك نية عمرة، وأخوك هو اللي ناوي يذهب بكم للعمرة وما عنده قدرة على التذاكر، ما عنده قدرة على السكن، ما في شيء، تعطينا من حصتكم من حصة أولادك، ما فيها شيء. هذا عطاء في عمل صالح، وليس فيه تبذير وليس فيه إسراف، وتؤجرين على هذا يا أخت الفاضلة بارك الله فيك. أم يحيى من الجزائر تقول بأن تقول والدها كان مشارك، أخوه يعني عم أم يحيى، تقول في كل شيء كل ماله. تقول توفي الوالد وما قسمت التركة، ثم توفي العم بعد ذلك، تقول يعني فيه لها أخ، تقول بالنسبة للقسمة قبل الميراث هي ذكرت بأنه عندها الآن بالنسبة لهم خلفوا 3 بيوت، والدها عند زوجتين، أم يحيى وزوجة أبيها، وعندها أيضا زوجة عمها. تقول الآن بالنسبة للميراث قسم بعد ذلك، يعني بعد وفاة العم، تقول هذه الأجرات اللي كانت تأخذها الوالدة وكذا هل هي حلال؟ الجواب نعم حلال. يعني إذا الآن يا أخت الفاضل أم يحيى صورة المسألة حسب ما فهمت أن والدك وعمك كانوا متشاركين في كل شيء، توفي والدك وبعد فترة توفي عمك، وكان قبل قسمة الميراث يدخل أجرات، الأجرات هذه تركة وليست مثل الراتب المعاش اللي ذكرناه قبل قليل، لا، هذه تركة للذكر مثل حظ الأنثيين، فيقتسم في جميع الورثة، أنت ووالدتك وإخوانك وزوجة والدك أيضا وأولادها وزوجة عمك وأولادها، هؤلاء كلهم يشتركون في الأجرات، يقسم على قسمة الله عز وجل. الزوجات لهم الثمن، والأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، بع
بعد ذلك مسألة قسمة الميراث تقولين بعد ذلك الحمد لله ما دام قسمت، لكن طمئن الوالدة إذا كانت قسمة الأجارات على قسمة الميراث واللي جاها هذا حلال ولله الحمد والمنة. أم يحيى تسأل عن الأثاث الموجود في البيت مع كل عائلة، تقول هل هذا يدخل ضمن التركة؟ لا ما يدخل يا أخت الفاضل، هذا من ضمن الأشياء الاستهلاكية ومن ضمن المنافع التي لا يستغني عنها الإنسان، إلا إذا كان بعض الأثاث الثمين الغالي اللي مثلا بعض الناس عنده أثاث مثل التحف وكذا هذا يدخل في الميراث. أما اللي تجلسون عليه الفراش مثلا أو الكرسي أو شيء هذا ما يدخل، لأن هذا يستعمل ويبقى في البيوت وهو من الأمور الاستهلاكية. بارك الله فيك. تسأل حنان عن صلاة الرجل في البيت في مع قدرته على الذهاب إلى المسجد، تقول هل يعذر في ذلك مع وجود عدم المانع من الذهاب إلى المسجد؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا ربنا جل وعلا أمر ببناء المساجد وبرفعها وبتشييدها، يقول جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع، قل جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، قل جل وعلا وأن المساجد لله، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لماذا بنيت المساجد؟ هل بنيت للنظر والفرجة وجعلها متاحف أم أنها بنيت لأمر آخر؟ الجواب في كتاب الله، قال جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إذن هذه المساجد بنيت ابتداء للرجال، ولذلك المرأة الله عز وجل رخص لها بترك الجماعة، أما الرجل فيجب عليه أن يشهد الجماعة، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، وجاء في حديث إسناده ضعيف لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يلاحظ أصحابه، فإذا رأى رجلا تخلف عن الصلاة علم بأنه منافق، علم بأنه منافق خاصة في صلاة الفجر وفي صلاة العشاء، ولذلك يقول جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، قاموا كسالى يراؤون الناس. الكسل هي القدرة على العمل لكن تركه هكذا بخلاف العجز، العجز لا ما يستطيع، لكن الكسل هو عنده قدرة على العمل لكن منعه والعياذ بالله هوى أو شيطانه غلبه مثلا أو يعني أمر آخر، فقال ولذلك قال كسالى يراؤون الناس يصلون في النهار فقط ولا يذكرون الله إلا قليلا نعوذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتفقد فيقول هل صلى معنا فلان؟ فإذا قالوا نعم سكت، وإذا قال لا عرف بأنه من المنافقين، ويقول عليه الصلاة والسلام يعلم الناس، يقول عليه الصلاة والسلام قد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف على أقوام لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاة الجماعة واجبة على الرجل الذي يسمع الأذان مجردا، يعني بينه وبين المسجد مسافة، لو وقف المؤذن على سطح المسجد وأذن سمعه يجب عليه أن يجيب النداء ولا يجوز له أن يصلي في البيت، ولذلك التخلف في البيوت علامة النفاق نسأل الله العافية بالنسبة للرجال. وشوف لاحظ النصوص في السنة المسلم، حتى إن الصحابة كان الرجل منهم المريض يؤتى به فيهادى بين الرجلين، يعني يعاضدونه حتى يقف في الصف وهو مريض، ما كان يترك صلاة الجماعة. ولذلك على الرجال أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يعلموا بأن خير أعمالهم الصلاة، وأن هذه الصلاة إيمان وهي عمود الإسلام وركن الملة، وأن الصلاة هذه صلة بين العبد وربه، يجدد العهد مع ربه 5 مرات ما بين كل صلاة وصلاة، فيها من الذنوب والمعاصي والآثام وفيها من الانكباب على الدنيا والانشغال عن الله، الشيء الذي تجدده الصلاة الثانية التي هي عهد ثاني، عهد آخر
فعلى الرجل أن الرجال أن يتقوا الله وأن يعلموا بأن الصلاة صلاة الجماعة واجبة واجبة، فالله جل وعلا أمر بها والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بها. وإقامة الصلاة نلاحظ الآيات كلها جاءت بإقامة الصلاة، يقول تعالى عن إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة، يقول جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والآيات كثيرة. وأيضا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، من جملة ما ذكروه أنهم ما يصلون الجماعة، ما يشهدون الجماعة، من جملة ما ذكره العلماء. والمقصود يا أخت الفاضلة بأن على الرجال أن يتقوا الله وأن يشهدوا الصلاة في المساجد. من؟ طيب أم محمد من السعودية أيضا تسأل، تقول بأن أحيانا تصلي قبل الأذان، تقول أصلي قبل الأذان، تقول أنسى وعندي مشاكل وعندي كذا، وبعدين أنتبه أحيانا تقول أعيدها وأحيانا ما أعيد. أم محمد الله يرضى عليك، الصلاة ما تجب إلا بعد الأذان دخول الوقت، لأن الله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرضا، موقوتا يعني له وقت، له وقت. ولذلك ما يجوز للإنسان أن يصلي صلاة الفرض قبل الوقت، وأي صلاة يصليها الإنسان قبل الوقت هذه نافلة، تعتبر نافلة. وعليك يا أخت الفاضلة إذا انتبهتي دخول الوقت يجب عليك أن تعيد الصلاة، لا يجوز أنت ما صليتي، يعني أفترض الآن صليت الظهر الساعة 11:30 وأنت تحسبين 12:30 ثم سمعت الأذان أو أخبروك، يجب عليك أن تقوم مباشرة وتصلين الظهر مرة ثانية، واللي صليتي هذا سنة. الآن وش رأيك أبو محمد، تقدر تصلين المغرب قبل غروب الشمس؟ ما تقدري، تقول لي أنا ما غربت الشمس، هذا وقتها العصر والظهر والفجر كل صلاة لها وقتها. فلا بد يا أخت الفاضل وحاول وحرصي بارك الله فيك أنك تتذكرين هذه الأشياء. نعم تفضل يا عبد الستار. حياك الله شيخنا الغالي عبد الرحيم، مرة انقطع الخط. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أخي. الله يبارك بعمرك. شيخنا سؤال فقهي بخصوص الوالد والوالدة، الله يرحم الوالد. نعم. الوالد احنا الوالد ساكن بالعرب منطقة يعني بابا تريف. فهو الوالدة قاعد يحرقون أجلك الله أوصاخ بجانب البزل. نعم. فمن ابراهيم أخذ النار، أخذت البيت جيراننا شوي بعيدين عنا 200 متر. اي نعم. نعم. فالبيت هذا بتعرف السقف مالته من خشب، فاخذ البيت واشتعل يعني البيت هو ومحتواه. نعم. حاول الوالد يطفئ النار، حاول حتى الوالده وقعت يعني، فما قدروا يطفون النار، لكن البيت يعني انتلت جزء منه كبير. نعم. فشنو الحكم الشرعي انه احنا نعوض هذا البيت نرممه، لو هذا قضاء وقدر؟ وجزاك الله خير الجزاء. مرحبا يا عبد الستار. أبو حمدان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك، جزاك الله خير. وياك. عندي الوالدة الآن تسمعك وتقول لك سؤال. تفضل. بس يا شيخ بعض الأسئلة الوالدة تأخذ بها وبعضها لا، يعني اللي ما يوافقها. الله يحفظنا وياها. آمين. مثلا الحين خالتي توفت. إيه. وكان عندها ذهب وضعته عند الوالدة، قالت لها هذا الذهب هو مهر خالتي. نعم. الذهب مهر خالتي. نعم. وقالت لوالدتي، هي أخت الوالدة الصغيرة، قالت هذا الذهب تعطي أبنائي وبناتي. أي. بناتي فقط، هذه قالت بناتي فقط. أي. الآن الزوج محتاج الذهب مرات يطالب فيه وتزوج، تقول الوالدة هو خلاص تزوج أنا ما بعطي إلا البنات. حتى الأولاد ما يعرفون الذهب عنده مهرهم الله يرحمه. إيه نعم. في هذا الحالة تقول أنا أريد أبري على ذمتي وأعطي البنات. إن شاء الله يا أبو حمد. إن شاء الله أبشر. جزاك الله خير. مرحبا. طيب طيب. أم محمد من عمان تقول في ناس يعزمون وعندهم المالد، تقول يعني إحنا روح نأكل عندهم ونرجع. يا أم محمد الله يبارك فيك، إذا كان هؤلاء من أقاربكم ومن الناس اللي بينكم بينهم صلة، انصحوهم لله وعلموهم بأن هذه الأشياء ما تجوز، علموهم بأن هذه الأشياء اللي يعملونها من البدع والخرافات ومن الزار أو شيء من هذا القبيل هذا ما يجوز. وإذا كنتم تعتقدون بأن عدم مجيئكم يعني يجعلهم فعلا
يتركون هذه البدع وهذه المحدثات وهذه كذا، لا تذهبون، لا تذهبون، لأن أحيانا يعني حينما يقف الإنسان موقف جاد وحازم ويبين للناس قد يتأثر الآخرين. أما تقول لا والله ما هم ملتفتين لنا أبدا ولا هم يعني ماضين في هذا الأمر، الأصل أنكم ما تذهبون إلا في حالة واحدة، إذا اعتقدتم بأن سيكون قطيعة رحم سيتأثر تتأثر علاقاتكم، ممكن تذهبون للعشاء وترجعون قبل ما يحصل مثلا المنكر هذا أو المحدث أو البدعة. أما إذا تقول لا والله مسألة عادية، لا، حتى يعرف الناس، متى يعرف الناس أن هذا غلط وهذا صح إذا كلنا شاركنا؟ وبعدين إذا كان قصدكم الأكل يعني تروحون لأجل الأكل، لا ما يصلح هذا، تروحون لأجل الأكل ما يصلح. أما تقول لا إحنا فترة الأكل نذهب حتى بس فقط نصل الرحم ونطلع، ما في شيء إن شاء الله. أم خالد من عمان تقول عندي ولد تخرج وما توظف، تقول ممكن يعمل في بنك، هو رافض يقول ما أعمل في البنك. يا أم خالد الله يرضى عليك، اتركي ابنك واختياره. طيب أن نشاهد مثل هؤلاء الأولاد اللي يبغون الحلال ويبتعدون عن المشتبهات، شيء طيب. أنت والدته وأكيد متأثرة، وشيء طبيعي الوالد والوالد يتأثرون لما يشوفون الولد تخرج ولا حصل على وظيفة ويحرصون على أن يتوظف في أي شيء. الولد أدرى، ولدك هو أدرى بالحال، ولذلك ما دام قال لك يعني ما يرغب اتركيه حاله، لا تجبرين على شيء. والبنوك طبعا العمل في البنوك، ليس كل عمل في البنك حرام، في أعمال الحمد لله مباحة وفي أعمال محرمة، اللي باشر الربا أو يكتب الربا أو يشهد على الربا هذا الذي جاء فيه النص. لكن أنا أنصحك ما دام الولد عنده قناعة بأن ما يبغى يعني هذه الجهة، اتركيه والله عز وجل يعوضه خير ويفرج عليه بإذن الله بعمل صالح. عبد الستار بارك الله فيه من العراق ذكر قصة، يقول الوالد والوالدة راحوا يحرقون بعض الأوساخ وكذا، طارت شرارة إلى بيت، يقول أتلفت أغلب البيت، يقول من يتحمل هذا؟ يتحمل الوالد والوالدة. يا عبد الستار رحم الله والدك وحفظ الله والدتك، بالنسبة لهذا لا شك أنه متسببين، هم تسببوا في هذا. فإيقاد النار بجوار البيوت خاصة البيوت القديمة ذكرت شيء من هذا القبيل، 200 متر هذه قريبة إذا وجدت رياح ووجدت شيء. ولذلك العلماء يا أخي الفاضل حتى لو لم يقصد الإنسان يضمنونه ومتلفوا، ولكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل، يعني هم لا إثم عليهم ولا خطيئة ارتكبوها لكنهم يضمنون. ولذلك إذا كان أصحاب البيت يطالبون بحقهم لهم الحق الكامل أن يضمنونه ويرممون البيت ويعيدونه. أما إذا كان أصحاب البيت يقولك لا إحنا مسامحين ما عليهم شيء ولله الحمد، لكن لابد أن يعلموا، أن تعلموا بأنه لابد أن يضمن. خلاص. أخي أبو همدان سلم على الوالدة وقول لها بكرة إن شاء الله في أول اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا فاتتك هذه الحلقة بإمكانك متابعتها في أوقات الإعادة أو على الموقع التالي.